تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولذا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب، ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. هذا الحديث كنا تحدثنا عنه في المجلس قبل هذا والمجلس الذي قبله أيضا. نكمل اليوم إن شاء الله الكلام فيه. هذا الحديث أخذ منه الفقهاء قضية، وهي أنه يجوز لولي الأمر أن يعاقب من تأخر عن صلاة الجماعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بمعاقبة أولئك الذين كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة. وهذا الفرع لست أعلم من عمل به بعد الزمان الأول إلا رجلا، وهو عبد الله بن ياسين الجزولي، صاحب شيخ المرابطين ومربيهم ومنشئ دولتهم. هذا الرجل قصته له قصة غريبة فيما نحن فيه، لكن قبل ذلك أعلموا، أنتم تعلمون درستم فيما درستم في التاريخ هنا، أن أحد أمراء اللمتونيين، ولم يكن في ذلك الوقت اسم المرابطين موجودا، لكن أحد أمراء اللمتونيين وهو يحيى بن عمر الجدالي كان ذهب إلى الحج، وفي رجوعه مر بالقيروان فوجد شيخها أبا عمران الفاسي الحافظ الفقيه المشهور، وجده في حلقته فأعجب بما يفيض من علمه، فطلب منه أن يبعث معه أحد تلاميذه ليذهب لينقلب معه إلى بلده في الصحراء، لأن الناس ليسوا على دين، ولا قالوا ما يعني ذهب الإسلام منهم، وليسوا يعرفون أكثر من الشهادتين، وليسوا يعرفون شيئا من أمور الإسلام. فقال له أبو عمران الفاسي: إن هؤلاء الذين معه أهل القيروان أهل حضر، لا يستطيعون الصبر على عيش الصحراء. فأشار إليه بتلميذ من تلاميذه له مدرسة في السوس الأقصى، السوس عندنا، وهذا التلميذ اسمه وقاق بن زلو اللمطي، وكان له مدرسة يطلب يعلم فيها العلم، سماها دار المرابطين، الناس فيها يرابطون على العلم وعلى الطلب إلى آخره. فذهب هذاك الرجل يحيى بن عمر إلى وقاق بن زلو، وهناك أخبره بما بإشارة أبي عمران الفاسي، فهذا وقاق شيخ وقاق ندب طلبته، فانتدب هذا الرجل الذي كان من الطلبة، وكان يذكرون أنه كان من له ورع وله فقه وكياسة وسياسة، اسمه عبد الله بن ياسين الجزولي، وذهب مع يحيى بن عمر الدالي، ذهب ليعلم الناس هناك في صنهاجة في جنوب هذه الصحراء فيما يعرف الآن بموريتانيا وجنوب موريتانيا، واشتدت وطأته على الناس وما صبروا، فنفروا عنه إلا قليلا منهم، فأخذ هذا القليل ودخل بهم إلى جزيرة، هذه الجزيرة إذا صعد الماء انقطعت عن اليابسة، فمكث هو مع من تبعه، ومرة مرة يأتيه واحد من الناس حتى بلغوا زهاء الألف،
يعلمهم ويربيهم ويدرسهم، ثم بعد ذلك لما رضي عن حالتهم خرج بهم وجهد من لم يتبعه، وكان هذا نشوء دولته من أعظم دول هذا الغرب الإسلامي، دولة المرابطين التي كان فيها ملك من أعظم ملوكهم وهو يوسف بن تاشفين الذي له يد بيضاء على الإسلام. بسببه كانت معركة الزلقة التي بسببها مد الله عمر الإسلام في الأندلس 2 قرون أو 3 قرون بسببه، بسبب هذا الرجل الذي هو من جملة من رباهم عبد الله بن ياسين. هذا القضية التي نحن فيها، أن قلنا إن الفقهاء أخذوا من حديث أبي هريرة هذا أنه يجوز لولي الأمر أن يعاقب من تخلف عن صلاة الجماعة. قالوا كان عبد الله بن ياسين هذا لا يبيح لأحد من أتباعه أن يتخلفوا عن صلاة الجماعة، وكان يعاقبهم إذا تخلفوا، فمن فاتته ركعة من صلاة الجماعة ضرب 10 أصوات، ومن تخلف ركعتين ضرب 20 صوتا، وهكذا كل ركعة ب10 أصوات. ولعله نزع بهذا الحديث، الله أعلم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله ثقة المتقن الثبت، كان أحد أئمة أهل المدينة، وكان أحد الذين يستقدمهم عمر بن عبد العزيز يستنصحهم. قدم مرة على عمر بن عبد العزيز فقال له عمر رحمه الله: يا سالم، إني أخاف أن أكون قد هلكت. فقال له سالم: إن كنت تخاف فلا بأس، الخوف عليك ألا تخاف، أما إن كنت تخاف فهذه من علامات الخير يرجى لك، القضية هي إذا كنت لا تخاف. إن كنت تخاف فلا بأس، إن عبدا خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأباحه جنته وأسجد له ملائكته وأباحه جنته عصى الله معصية واحدة فأخرجه بها من الجنة، وأنا وأنت نعصي الله في كل يوم وليلة ونتمنى على الله الأمان. ومتى رحمه الله سنة 32. عن بسر بن سعيد، بسر بن سعيد مولى بني الحضرمي تقدمت لنا ترجمته أيضا، وقد قلنا إنه كان ثقة كثيرة الحديث، هذا كان أحد الزهاد المنقطعين العباد المشهورين، كان من زهده ما رواه مالك قال: مات بسر بن سعيد ولم يخلف كفنا يكفن فيه، وكان رحمه الله مجاب الدعوة مشهورا بذلك، وشى به واش إلى الخليفة الأموي في ذلك الوقت عبد الملك بن الوليد بن عبد الملك بن مروان، وقال له: إن بسر بن سعيد يطعن على الأمراء ويعيب بني مروان. طبعا أصعبه ما يمكن أن يرمى به إنسان، فبعث الخليفة إلى بسر بن سعيد فاستقدمه، فلما قدم عليه قال له: بالغني عنك كذا وكذا. فقال بسر: ما فعلت؟ فالتفت الخليفة الوليد إلى الواشي وكان حاضر المجلس فقال له: إن هذا يقول أنت فعلت كذا. فالتفت بسر إلى الواشي وقال: أكذلك؟ فقال: نعم. بهته في وجهه. قالوا: فنكس بسر بن سعيد رأسه وجعل ينكت بعود كان في يده ينكت الأرض، ثم رفع بصره إلى السماء وقال: اللهم إن هذا قد تقول علي بما تعلم أني لم أقله، فأرني به آية. قالوا: فكب الله ذلك الرجل على وجهه فما زال يضطرب حتى مات. هذا مشهور عنه رحمه الله، مات 100. نعم. أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري المشهور قدمت ترجمته، مات 45 وقيل 48 وقيل 51.
نعم. أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة. كل من روى هذا الحديث عن الإمام مالك فقد رواه موقوفا على زيد بن ثابت، كما تجدون الآن في الموطأ أن هذا الكلام من كلام زيد بن ثابت نفسه، وهذه رواية مالك لهذا الحديث، وكل من رواه عن مالك فإنما يرويه موقوفا، لكنه روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة، منها رواية البخاري له عن موسى بن عقبة، ورواية مسلم له عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، كلاهما عن سالم أبي النضر، عن بسر، عن زيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة. قال صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الموطأ أنه من قول زيد: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلى المكتوبة. لماذا كانت الصلاة في البيوت أفضل الصلاة؟ لأنها أدخل في الإخلاص وأبعد عن الرياء، وتحصل بسببها البركات في البيوت، وتكثر بها الملائكة في البيوت، وتنطرد بها الشياطين من البيوت. ومن عجيب الاتفاقات في هذا أن رجلا من الفقهاء كان إذا أتاه إنسان فشكى إليه حاله في بيته، وأن بيته يعاني فيه المشاكل مع أهله أو مع ولدانه أو مع يعني البيت لا يخلو لا يجد فيه راحة، كان يأمره بأن يكثر فيه من الصلاة، لأنه يرى أن سبب تلك المشاكل هو نزغات الشياطين، وإنما تنطرد الشياطين بالصلاة، فكان يأمره أن يكثر من الصلاة في البيت لعله ينزع من هذا. قوله صلى الله عليه وسلم: إلا المكتوبة، إلا المكتوبة، فإن الأفضل أن تكون في المسجد ولا تكون في البيوت، لأنها من شعار الإسلام، ولذلك طلب إظهارها والاجتماع لها والنداء لها وإشهارها، وأن تكون في مساجد بنيت لذلك، لهذه المعاني التي ذكرنا. وأما النوافل فالأفضل أن تكون في البيوت، لكن إذا خشي المصلي أنه إذا انصرف من المسجد أن يشغله شاغل عن النافلة، أو يصرفه عنها صرف، أو أن صلاته النافلة في بيته لا يحصل له فيها من الخشوع ما يحصل له في المسجد، الأطفال، النساء، يعني هذه الأمور، فإنهم قالوا يستحب له حينئذ أن الأفضل له حينئذ أن يصليها في المسجد. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلى المكتوبة، هذا يتناول كل نافلة، ظاهر اللفظ يتناول كل نافلة، معنى أن كل نافلة فالأفضل أن تكون في البيوت، وهذا العموم غير مراد، إذ بعض النوافل الأفضل أن تكون في المسجد، يعني بعض النوافل الأفضل أن لا تكون في البيوت، منها التراويح، فقد تقدم لنا أن غير القارئ للقرآن، غير الحافظ له، الأولى له أن يصليها في مساجد المسلمين، منها صلاة العيدين، فليست هي من الفرائض عندنا، والأولى أن وهي تصلى في الأولى أداؤها في المساجد لأنها من شعار الإسلام، منها تحية المسجد لأنها مرتبطة بالمسجد، منها ركعتا الطواف لأنها مرتبطة بالطواف والسنة أن تصلى خلف المقام، منها صلاة الكسوف لأنها تصلى جماعة، فهذه نوافل كلها خرجت من هذا العموم الذي يستفاد من الحديث. ابن القاسم روى عن مالك أن الصلاة في البيوت أحب إليه من النافلة في البيوت أحب إليه من النافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا للغرباء. أما الغرباء فصلاتهم فنافلتهم في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أحب إلى مالك، وهذا الذي ذهب إليه مالك. الحديث الذي بين أيدينا ظاهر في الدلالة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلى المكتوبة، ولم يستثني المسجد النبوي من غيره، بل إن النص جاء على المسجد النبوي، وذلك فيما رواه أبو داود
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلى المكتوبة، فنص على مسجده صلى الله عليه وسلم. لكن مالكا رأى أن هذا الحكم لا يتناول الآفاقيين، هذا حكم خاص بأهل المدينة. لماذا فرق المالك بين المدني وغيره؟ فرأى أن المدني صلاة نافلته في بيته خير له من نافلته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى أن غير المدني نافلته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير له في غيرها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة المرء في بيته، صلاة أحدكم في بيته، وغير المدني لا بيت له، إنما يأوي إلى فندق أو إلى نزل، والمحل الذي ينزله لا يسمى بيتا. أما المدني فله بيت، فصلاته في بيته خير له، والذي لا بيت له فصلاته في المسجد خير له. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العتمة والصبح. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في العتمة والصبح. قد تقدم لنا ذكر أحاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن تسمية العشاء بالعتمة، وقلنا إن ومع ذلك ورد أحاديث أخرى سمى النبي صلى الله عليه وسلم فيها العشاء العتمة، فقلنا إنهم جمعوا بين هذه بين ما نهي فيه وما أذن فيه، بأن النهي عن أن يغلب اسم الأعراب اسم القرآن، لأن الله تعالى سماها في القرآن العشاء، ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم فسماها عشاء، فإذا لم يغلب اسم الأعراب الاسم القرآني فلا بأس، أما إذا غلب فحينئذ النهي، والله أعلم. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما أو نحو هذا. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي. تقدمت ترجمته، متى مات هذا الرجل؟ أحسنت، سنة 50 و 40 و 100. عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب معروف. نعم. عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما أو نحو هذا. ما هذا الحديث؟ سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل، لأن سيد سعيد المسيب لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا الحديث لا يروى من طريق مالك إلا مرسلا، لكنه روي مستندا من طرق صحاح ويشهد لمعناه أيضا أحاديث، منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما أو نحو هذا. وهذا من الأحاديث التي تؤيد ما كنا ذكرنا لما تحدثنا عن حديث أبي هريرة الذي فيه هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت عن المتخلفين، إنما قلنا إن المتخلفين هم المنافقون، وهذا مما يدل على ذلك أيضا، أنهم كانوا لا يستطيعون شهود الصلوات ولا سيما صلاتي العشاء والفجر، وهذا فيه ندب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من أراد البراءة من النفاق أن لا يغلب عن صلاة العشاء والصبح في جماعة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. مشاؤون في الظلم، لا تكون صلاة في ظلمة إلى العشاء والصبح. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، وقال: الشهداء 5: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا،
ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هذا عندكم هذا لا يعلم الناس ما في النداء والصف الأول عندكم؟ عندكم جميعا؟ طيب هذا ضربوا عليه، حيدوا، هذه زيادة من الزائدين، هذا ليس في رواية يحيى التي ندرسها، فبين يعني اكتبوا هذا عندكم، وسأبين لكم قصة هذه الزيادة. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن. سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الثقة المتقن، أحد أئمة المدينة، تقدم لنا ترجمته، وقد ذكرنا أنه مات في قديد. قديد مات في قديد، وكانت قديد سنة 100. نعم. عن أبي صالح. أبو صالح السمان والزيات، اسمه ذكوان. نعم تقدم لنا هذا أيضا، يعني مفروض أن الآن رجال الموطأ تكون حفظته واحد الطائفة صالحة منها لكثرة تكررهم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. قلت هذه هذا الحديث في رواية عبيد الله بن يحيى عن أبي يحيى بن يحيى هكذا، أن رجلا وجد غصن شوك بالطريق فأخره فغفر له فشكر الله له فغفر له. والشهداء 5: المطعون والمبطون إلى آخره فقط. هذه رواية هكذا، إلى هنا انتهى الحديث في رواية عبيد الله بن يحيى عن يحيى بن يحيى إلى هنا. ابن وضاح روى هذا في روايته ليحيى بن يحيى للموطأ من طريق يحيى بن يحيى، ذكر هذا وذكر فيه زيادة أيضا، وهي الزيادة التي نبهت إليها. ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، إلا أن يستهموا عليهما لاستهموا عليهما، ولا يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبون. هذه الزيادة في رواية ابن وضاح عن يحيى بن يحيى، ليست في رواية عبيد الله التي بها ندرس الموطأ، إنما هي في رواية ابن وضاح عن يحيى. وكما رواه ابن وضاح عن يحيى رواه سائر رواة الموطأ، كل من روى الموطأ عن مالك، عبد الله بن مسلمة وسويد بن سعيد وأبو مصعب الزهري وكلهم باقون، إنما يرونه بهذه الزيادة التي ذكرنا، إلا يحيى بن يحيى من طريق ابنه عبيد الله فإنه لا يرويها. الكلام واضح ياك؟ طيب. في الأصل هذا الحديث هو 3 أحاديث عن أبي هريرة: حديث الذي وجد غصن الشوك، وحديث الشهداء 5، وحديث لو يعلمون ما في النداء والصف الأول، هي 3 أحاديث. في رواية عبيد الله عن أبيه ذكر 2 وأسقط الثالث. هذا الثالث الذي أسقطه من هذا الموضع تقدم لنا، احنا تقدم لنا في 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 الكتاب في باب ما جاء في النداء للصلاة، ذكر ذلك القسم، ذكر مفهوم. الآن احنا لماذا تجدونه؟ هذا المحققون والطابعون والنشرون يزيدونه، وهذا غلط، فهمتي؟ انتم الآن تحققون الرواية، الرواية ليس فيها في هذا الموضع ليس فيها ذكر هذه الزيادة. الآن هذه الرواية من غير الزيادة أشكلت على العلماء. الباب الذي ورد فيه هذا الحديث ما ترجمته؟ باب ما جاء في العتمة والصبح. باب ما جاء في العتمة والصبح في الحديث كما اقتصر عليه عبيد الله ليس فيه شيء عن العتمة والصبح، فيه الكلام عن صاحب الغصن وفيه الكلام عن الشهداء، فلذلك أشكل هذا الحديث أشكل على العلماء ما وجه إيراد الإمام مالك له تحت هذه الترجمة. فهمتوا الاستشكال؟ الاستشكال أنتم لن تفهموه إذا وجدتم الحديث هكذا،
ولهذا الآن الذي يحب أن يصلح يفسد أكثر مما يصلح إذا لم يكن من العلماء. جاءوا وجدوا ذلك، قال الناس لا، أكثر الرواة روى الموطأ بهذه الزيادة، أجي نزيدها. لا سيدي، شكون قالها لك؟ ما لا تزيدها، لأن الآن لما زدتها ويتقادم العهد ويظن الناس أن هذه رواية يحيى من طريق ابنه، وينظرون إلى الشروح فيقولون الإشكال، ما يفهموش لماذا استشكل الناس، كيفاش استشكل؟ هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا أتوهما. فهمت الكلام؟ إذن هذه الزيادة ساقطة من هذه الرواية. فلما سقطت الشراح باجي وابن عبد البر وابن العربي والشراح الموطأ يستشكلون لماذا يريدها الإمام مالك في هذه الترجمة، باب ما جاء في العتمة والصبح وليس شيء فيها يتكلم عن العتمة والصبح. أحسن ما قيل في بيان المناسبة لهذا الحديث على هذه الهيئة التي روي بها في رواية يحيى بن يحيى طريق ابنه والترجمة هو ما قاله الباجي رحمه الله، قال إن الإمام مالكا ذكر أن الفرق بيننا، الحديث الذي فيه أن الفرق بيننا وبين المنافقين إتيان العشاء والصبح، ثم ثنى بعد ذلك بقصة وجد الغصن وأنه لما نحاه غفر له مع قلة هذا العمل وحقارته ونزارته في النفس. انظروا ماذا رتب عليه من الأجر، فما بالك بمن تجشم إتيان الفجر والعشاء وكابدهما، فاذهب بذهنك كل مذهب في ثوابه والأجر عليه. هذا الوجه الذي أبرزه الباجي ليبين لماذا أورد الإمام مالك هذا الحديث تحت هذه الترجمة. فمن كلام الباجي. طيب، جاء الزرقاني رحمه الله وطائفة من العلماء قالوا هذا الذي ذكره الباجي فيه تعسف، بل قال فيه تعسف ظاهر، وإنما أورد مالك هذا الحديث لأجل ذلك الذي أسقطه عبيد الله. وجه الشاهد من الحديث هو ذلك الجزء الساقط في رواية عبيد الله اللي هو ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوان. فالمناسبة هي هذه، والمناسبة أسقطها شكون؟ عبيد الله. اعترض على الزرقاني رحمه الله اعتراضا وجيها، قال هذا المعترض، قال إنه لا خلاف بين أحد أن الأوفق والأنسب للترجمة هو ذلك الجزء الساقط، هذا لا يختلف فيه أحد، لكن هذا الجزء الساقط غير موجود في رواية يحيى، فلا يمكننا أن نقدر وجوده لنناسب الترجمة فقط. فهمت الكلام؟ لا يمكننا أن نقول إن الإمام مالكا إنما أورده لهذه العلة في هذه الرواية، ما يمكنش نقول هذه نقدر ثبوت ذلك الجزء الساقط فقط لنوافق الترجمة، وهذا اعتراض وجيه. أنت يجب أن تبين وتعلل بناء على ما عندك، ولا تعلل بناء على مفقود تقدره، لأن أنت لا تتكلم عن رواية عن الموطأ من رواية غير يحيى، إنما أنت تتكلم عن رواية الموطأ من طريق يحيى فتعلل بهذه الطريق. فهمت الكلام؟ وهذا اعتراض وجيه. ثم قال هذا المعترض لو كانت عندنا في نسخ من رواية يحيى هذه الزيادة مذكورة وفي نسخ أخرى غير مذكورة لقلنا إن حينئذ هذه الزيادة مذكورة لكن سقطت من بعض النسخ. ولكن قال هذا المعترض هي غير موجودة في أي رواية من رواية يحيى الليثي. فلذلك قدم هذا المعترض توجيه الباجي وأخر توجيه الزرقان. فنحن أيضا نعترض على هذا المعترض ونقول له نعم، في رواية يحيى من طريق ابنه عبيد الله هذه الزيادة غير مذكورة، لكنها من طريق ابن وضاح مذكورة. حينئذ لا يبعد أن يصح ما قاله الزرقاني، ولكل وجه، والله أعلم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. هذا الحديث في أن تأخير الأذى من طرق المسلمين من أعمال البر، وأن هذه الأعمال مما يكفر الله سبحانه بها السيئات، ومما يتعرض به المؤمن لغفران ربه ورضوانه، وأن العاقل لا ينبغي
أن يحقر شيئا من المعروف. انظروا في هذا الحديث: غصن نحي من طريق ترتبت عليه مغفرة الله سبحانه ونيل موعوده بالجنة. ولذلك كان العلماء يقولون: اعمل بكل حسنة قدرت عليها فإنك لا تعلم الحسنة الموجبة دخول الجنة. وقال ربنا: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا، ذرة خيرا لا يضع. إذن فلا ينبغي أن يحقر ويقول: واش هذا؟ هذه ذرة فقط، فإنك ترى هذا الذرة تراها. وقد روى مسلم في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تحقر من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، فجعلها من المعروف الذي قد تنال به الجنة، أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فجعل إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، خصلة من خصال الإيمان الذي ينال به موعود الله الذي هو الجنة. وروى ابن حبان والبزار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له عمل من الخير إلا غصن شوك كان على الطريق، كان يؤذي الناس فعزله فغفر له، الخير الوحيد الذي وجد له. فلا ينبغي أن يحقر شيء من المعروف، وافعل من الخير ما قدرت عليه جليله ودقيقه. هنا قوله صلى الله عليه وسلم: فشكر الله له، فنسب الشكر إلى الله سبحانه. وكذلك فيما رأوه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا في من كان قبلنا: رأى كلبا يأكل الثرى يلهث من العطش، فجعل يغرف له بخفه حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة، فأسند الشكر إليه سبحانه. وقال ربنا سبحانه: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، فوصف نفسه سبحانه بأنه شكور. وقال ربنا سبحانه: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، فوصف نفسه سبحانه بأنه شكور، ووصف المخلوق أيضا بأنه شكور. قال ربنا: ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وينبغي أن تعلموا هنا قاعدة، أن هذه الأسماء الأوصاف التي اشترك الخالق والمخلوق في اسميتها، وصف الإنسان المخلوق بأنه شكور، ووصف الرب سبحانه نفسه بأنه شكور، فإن كل ما كان من هذا القبيل فإنه يؤخذ في قاعدة، وهي: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس ربنا يشبه شيئا من مخلوقاته، وليس شيء من مخلوقات ربنا تشبه ربنا. وصفة المخلوق ملائمة للمخلوق، وصفة الخالق ملائمة للخالق سبحانه. والمتحدثون عن معاني أسماء الله وصفاته عندما يأتون إلى هذه الصفة، صفة الشكور، يصرحونها بأن الشكور معناه الذي يقبل القليل من العمل ويثيب عليه الجزيل من الثواب، فالحمد لله ربنا. هذا الحديث إشكال على العلماء: كيف يرتب ربنا هذا الجزاء الفخم الجزل الذي هو منتهى أمنية كل إنسان على تنحية غصن من الطريق؟ وما هذا الفعل؟ هذا ينحي غصنا من الطريق، ما هذا الفعل الذي يرتب عليه هذا الجزاء الذي كانت الناس تبذل فيه المهج وتبذل فيه الأموال وتخرج فيه من الدور والأراضين وتترك فيه الولدان وتهجر فيه الملذات وتتقحم فيه كل شديد لتناله، ومع ذلك يبكون وخائفين ألا يكونوا نالوه، ويرتب مع ذلك على هذا الفعل النزر خفيف جدا على كل أحد، غصن نحن من الطريق. إشكال عليهم هذا، وقالوا: هو قول بديع،
أهديه لكل من يتوقف على صورة الحديث ولا يغوص إلى داخل الحديث. قالوا إن القضية ليست مرتبطة بغوص النحية من الطريق، إنما ما الباعثها على الذي بعث هذا الرجل على تنحية ذلك الغصن؟ أتأذاه منه؟ لا، هو ما تأذى نظر إليه، ولكن أكل الناس قد يسلم منه؟ لا، فإنه لم يستخفه سلامته هو مع هلكة غيره من إخوانه المسلمين، فأحب لهم من السلامة كما أحبها لنفسه. وهذا هو القضية، هذا دل على أن حب الخير في نفسه حب الراسخ، ملكة الراسخة، فهي سبب المثوبة، لا قضية الفقر. لأنه الآن كثير من الناس يقول ماذا يفعل؟ غصن أميت الأذى، تجد جاي يميت، ولكنه ليث ضارين في أعراض المسلمين، في يعني ما يمكنش هذا، أن يظن الظان أن القضية متعلقة بالصور بالأشباح، إنما القضية مرتبطة بالبواعث التي بعثت على الأفعال، وهي حب الخير للناس، فهذا هو الذي يعلق به ذلك الخير. حبك لغيرك ما تحبه لنفسك من السلامة. وهو الناس عكست الآن، حتى صيروا من الأمثال أنا وبعد الطوفان. لا، ذلك الرجل أحبك كما أحب نفسه النجاة من الطوفان، أحبها لإخوانه. وهذه قليلة في الناس، هذه خصلة عزيزة. وقد أكرمني ربي بأنني صحبت رجلا من أمثال هؤلاء، لم يكن من العلماء ولا من طلبة العلم، لكنه كان رجلا من العابدين، همه له همان في العام، أن يحج وأن يعتمر في رمضان، وكان ربه ييسر له كل عام حجا وعمرة في رمضان. هذا الرجل رأيت منه شيئا عجبا. مرة كنا في الحج فقال لي، كان يوم رمي الجمار، والناس رأى أمواجا متلاطمة من البشر في الجمار، وكان أحس بتعب جديد كثير، يعني قبل اليوم قبله عرفات، ومكث كله، ثم جاء لعله جاء ماشيا من عرفة إلى مزدلفة، وبات في مزدلفة ودعا حيث ينبغي الدعاء، ثم ما يعني مشى إلى الجمرات، تعب شديد. لما لقيته عشية ذلك اليوم قال لي، لما كنت في مكان هذا الجمرات ورأيت تلك الأمواج المتلاطمة من الحجيج، قلت في نفسي لعل هؤلاء جميعا أصابهم من التعب مثل ما أصابني، فدعوت الله أن يقبل منهم حجهم جميعا. فقلت في نفسي أنا لعله لم يقع في خلد أحد أن يدعو للموسم كله، لأنه قاسهم على نفسه كما تعبوا كما تعب، فخاف أن لا يقبل منهم لسوء أفعالهم، فدعا لهم جميعا. هذا الحب، حب الخير، هذا هذه الصفات. قال صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم هنا: الشهداء خمسة، وسيأتي في الجنائز من هذا الكتاب إن شاء الله أن الشهداء سبعة، وسنتكلم عن ذلك في موضعه إن شاء الله بتفصيل. لكن هنا قال صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة. الشهداء جمع شهيد، شهيد هذه على وزن فاعل، وأنتم تعلمون أن فاعل إما أن تكون بمعنى فاعل أو أن تكون بمعنى مفعول، فقالوا شهيد بمعنى أنا فاعل بمعنى فاعل، كما تقول مثلا سميع بمعنى سامع، فهو إذن شهيد بمعنى شاهد، معنى قالوا شاهد لأنه يشهد موقعه من الجنة قبل أن يموت. وقال الطائفة فاعل هنا بمعنى مفعول، كما تقول قتيل بمعنى معنى قتيل مقتول، فهو شهيد فاعل بمعنى مفعول، أي شهيد بمعنى مشهود. قالوا لأنه تشهده الملائكة. الشهداء خمسة، فبدأ صلى الله عليه وسلم بالمطعون. المطعون
هو الميت بالطاعون، الداء المعروف، نسأل الله العافية. قالوا هذا داء إذا وقع عم انتشر، وكان عذابا بعثه الله على أمة من الأمم قبلنا، وقل من يسلم منه إذا وقع فيه، وقد وقع في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يسمى طاعون عمواس. عمواس هذه قرية من قرى الشام، نسأل الله أن يفك كرب أهلها. مات فيه أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح رحمه الله وطائفة صالحة من الصحابة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة، المطعون والمبطون. المبطون هو الميت بداء البطن أو بالإسهال، نسأل الله العافية، وهذا يعني أيضا من الشهداء. زيد. والغرق، ويقال فيه أيضا الغريق، ميت غرقا. وصاحب الهدم، صاحب الهدم، الهدم بسكون الدال مصدر هدم، يهدم هدما، والهدم بفتح الدال هو الشيء المهدوم، والمعنى يحتملهما معا، لكن الرواية بالإسكان. وصاحب الهدم. نعم. والشهيد في سبيل الله، الشهيد في سبيل الله في المعركة تحت بارقة السيوف، وهذا كأنه من باب الترقي، فبدأ بأخفها إلى أن ختم بالشهيد حقا في شهيد المعركة، وإلا مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.